دي مرق الميكرو لأستاذ جوزيف يونس لو سمحت. أستاذ جوزيف تفضل. حضرتك كنت مرشح على الانتخابات وانسحبت، تقول كنت مرشح عن الثوار، بيعجبك هيدا المشهد يلي شايفه؟ ليش انسحبت أصلا؟ مساء الخير. أول شيء بعزي اللي توفوا بطرابلس، هني أهلنا وأنا كنت عم شارك معهم. بحيي الجيش اللبناني والله يحميه، لأنه كان مبارح لولا شوي صار مشروع. نعم، خلينا نفوت. أنا عم بقول أنه نحن، أنا إلي 700 يوم بساحة الشهداء. نعم. ونحن الوضع العام يلي ضرب كل الناس، وأنا حامل وجع الناس اليوم. أنا جيت مش تأحكي عن الترشيح، جاي أحكي عن وجع الناس. أوكي، أنا سألتك ليه سحبت. نحن اليوم عم نقول للثوار انه نحن معكم ونحن داعمينكم. واللي صار شيء، الحوار اللي صار بين ليال وبين الاستاذ، انا بقول هيدا شيء ممتاز. صحي، تفضل. انا عم بقول للي ترشحوا ويلي لهم 30 سنه بالسلطه، انتم شو بدكم تقولوا للناس اليوم؟ اللي بدكم يلي جماعتكم وجماعة الناس الجداد، لأنه بشوف الحوار بين أهل السلطة، هالمرة كنا مع فلان وهالمرة ما زبطت معنا. مسؤولين عنه، هذا قرار دولي وما بيروح إلا بقرار دولي. نحن بدنا الناس اللي بدها تاكل، الناس اللي بدها تعيش. شو بدك منهم يعني للمرشحين؟ شو بدك؟ أنا عم بقول لهم للمرشحين، أنتوا شو مشروعكم؟ إنه تخلصوا الناس ووجع الناس. أنتوا اليوم مرشحين تشو تعملوا إذا بال 2018 ترشحتوا ما قدرتوا خلصتوا وصلنا للي وصلنا له؟ أوكي. وإلا نحن شو كنا نازلين نعمل لو كان كل هالموضوع جيد؟ أو شو كنا جايين نحن لهون؟ خليني آخذ جواب هيدا السؤال من أستاذ جورج، لأنه هو نائب حالي طبعا يعني ومرشح. وتفضل، تفضل أستاذ جوزيف. ومقبل كمان، ومقبل كمان. حاسمة؟ أكيد. حاسمة؟ أكيد. بس ممكن يصير في معركة طحن يعني اليوم. أنتوا كل توجيهكم اليوم أنه كيف أنا نظبط بمقعد جبران؟ في خطر على مقعدك الثاني يعني. لكن خليني أخبرك شغلة، أربح تجارة بالعالم تعرف شو هي؟ شو هي؟ أنه الواحد يبيع حاله مثل ما هو متمن حاله، ويشتري حاله مثل ما الناس متمنته. نيح؟ هذا اليوم كل الحملة الإعلامية كانت كل الحملة الإعلامية عم تستعمل شعار المرض. كانت كل الحملة الإعلامية كانت قايمة علينا نحن، وهذا أهم سبب لسقوط 17 تشرين. وأنا واجهتهم قدام مجلس النواب، قلت لهم أنتوا بشعاركم الفضفاض والغير صحيح، مش بس فضفاض، غير صحيح، بأنه كلن يعني كلن، أنتوا عم تفقدوا الفرصة التعاون مع فريق موجود هلأ بالحكم، بس هيدا الفريق هو عم بيقاتل وانتو ما كنتوا ماشيين معه. حتى اللي عندهم مطالب مستجدة مثل الست ليال عم بتقول من 2018. حبيبتي خليني اقول لك شغله، مش حبيبتك انا، خليني اقول لك شغله، من 90 نحن حاملين هيدي المطالب، ومن 2005 نحن كنا عم نقول لكم هيدي المشاكل لبنان، هيدي المسؤوليات، وتفضلوا كونوا معنا تروحوا تنتخبوا ذات المنظومه. ولا مره قلت لي بال 2018 بلا، بال 2018 صرتوا بدكم تعملوا حالكم كانه جايين من غير مطرح، وانتم بدكم شو تخلصوا لبنان وكل الناس ما بقى عندها تمثيل. تعرف ليه؟ لانه اللي عمل كان وقت اللي عملتوا حالكم، لحظه، سقوطكم كان وقت اللي عملتوا حالكم القاضي، وعملتوا حالكم المشرع، وعملتوا حالكم المنزه، ودنتوا كل الناس. هذا سقوطكم، وهذا سقوطكم مستمر. معركتكم هي انت بس الربحان قائمة. يعني سقوطنا مستمر. لا، انت الربحان ضامنها للربح. بس حلو انه يكون هلأ في ثقه بالنفس بالعكس، ثقه بقى يكون في زعبره. هلا اذا ضامن استاذ جورج عم بيقول ومقبل ضامن الموضوع يعني صائد دكتور فياض، ولا عندكم معادين بالاورتوديكس؟ ثلاثه بس انتم من نفس الضيعه. بتعرفي سمر، بس لانه انا اللي بدي اقول لك ايه الناس على اي خيار بدها تاخذ؟ بدها تاخذ الناس خيارها على اساس اليوم تروح تقسم ورقتها بالنص. منن السياسيين اللي موجودين هلا بالحكم؟ موجودين ونحن منهم.
بس نحن اللي عم نعمل معركة الناس، نحن عم نعمل معركة استعادة أموالهم المنهوبة، نحن عم نعمل معركة استعادة أموالهم. بس أنتوا وصلتوهم لهون. لا مش مزبوط هيدا الحكي. نحن ما وصلناهم لهون، نحن كنا عم نعمل هيدي المعارك، بس شو بعمل لك أنا إذا بكل مرة الناس بتتخلى عن حالها وقت اللي بتروح تعمل خيارات خاطئة. دكتور فياض بتوافق على كلام أستاذ جورج؟ طبعا أكيد لا. نحن بالنسبة لنا يعني كمان سؤال يعني. يمكن مع حسن النية بدي افترض الناس والشباب صادقين بالتيار وهني بيقولوا لنا ما خلونا، طيب شو هالمفارقة هلا مترشحين مع اللي ما خلون؟ طيب بكره يرجعوا يطلعوا وما يخلون. هذا اذا بدنا نسلم جدلا انه نيتهم صافية بس ما عم بيخلون، عم بيرجعوا ينزلوا على نفس اللوايح مع اللي ما خلون. عندك جواب استجو؟ لا انا بقول له بسيطة، نحن تقريبا 90% من لوايحنا هي وحدنا، تقريبا 90%، ومشان هيك نحن خصوماتنا كانت واضحة على العلن، خصوماتنا ما كان في اي اشكال بهيدا الموضوع. وين واحد تكون استاجور؟ وين لحظه 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 هلا كل انا رح اقول لك شو الخبر. يعني في بالمتن واحد تكون في بالشمال الثالثه انتم والقومي يعني اوكي بس ما هيدي في معركه كبيره وبعدين في جبران بيصير بالبترون بيعكر نحن ومين والباقي وين بكسر وين نحن ومين والباقي وين بالمتن نحن ومين اوكي وبعدين في عندك دايره بجزين نحن ومين في عندنا دايره بعبده هيدي اللي هلا الكل معتبره انه هيدي قصه بجزين عندكم الشيخ عمار شو بدكم احسن من هيك وحدنا شو كيف عم بتخونوا الشخص وترجعوا بتقعدوا معه على نفس اللائحه نبيه بري وحركه امل ما خلوكم تعملوا وحليف الحليف والدم للركب والبلطجي وما الى ذلك على نفس اللائحه جيتوا بعدين شو قلتوا؟ قلتوا 16 ايار كل واحد بيروح لحاله صحيح شو معناتها هذا؟ يعني هذا الاستغلال وركوب الموجات استغلال لنوصل على المجلس وبنرجع في اليوم استغلال الناس يعني في قانون انتخابي انت بدك تامني فيه لوايح ما في حدا يترشح بدون لوايح هذا أول شيء ثاني شيء هيدي اللوايح بدها تكون فيها تمثيل للمناطق وللمذاهب مشان هيك هذا الموضوع مضطرة أنت تعملي هذا الشيء نعم.